الاتفاقيات الأربعة التي وقعت بين يدي جلالة الملك تندر في إطار النظرة الاستراتيجية الرامية إلى تقليص التبعية للأسواق العالمية وتقليص الدعم الممنوح لقطاع السكر والزيت وضخ الماء في المجال الفلاحي. عن أهداف ومضمون هذه الاتفاقيات نستمع للتصريحات التالية. هذه الاتفاقيات فهي تندرج في إطار تصور الهدف إلى تقليص من نفقات الدعم بأولا العمل على تقليص التبعية للأسواق الدولية في مجال ديال السكر والزيوت، وكذلك تقليص استعمال غاز البوطة في العمل على البحث عن المياه واستخراج المياه في الحقول.